السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وحلقة جديدة على القناة. Chapter 10 DNA Structure and Analysis، كتاب Concept of Genetics. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على تشارجاف، وقلنا تشارجاف ضاف إيه للعلم، ووصلنا للكونكلوجن بتاع تشارجاف إنه تقريبا نسبة الـ A قريبة لنسبة الـ T، ونسبة الـ C قريبة لنسبة الـ G، وقلنا إنه النتائج بتاعة تشارجاف ليها اهميتين. اولا هدمت النظريه اللي كانت بتقول ان نسب القواعد او الفور بيزز بتوع الدي ان ايه متساويه داخل الكائن الحي، والاهميه الثانيه ان هي ساعدت واتسون وكريك في بناء الموديل بتاعهم، وده اللي هنعرفه لما نيجي نتكلم على نموذج واتسون وكريك. اتفقنا برضو في الحلقات اللي قبلها ان واتسون وكريك اعتمدوا على حاجتين في الموديل بتاعهم، البيس كومبوزيشن والاكس راي ديفراكشن. تعالوا نرجع نتذكر الكلام ده مع بعض. اهو قلنا ان واتسون وكريك اعتمدوا على حاجتين، البيس كومبوزيشن اناليسيس اللي عملها تشارجاف اللي اتكلمنا عنها في الحلقه اللي فاتت، والاكس راي ديفراكشن ستاديز اوف دي ان ايه اللي عملتها او اللي عملها هنعرفهم النهارده، لان احنا دي حلقه النهارده هنتكلم في الاكس راي ديفراكشن. طبعا بعد كده اتكلمنا على تشارجاف والريزلت بتاعته، والنهارده هنتكلم على الاكس راي ديفراكشن. الجزء ده بيتم اهماله لما بيجي نتكلم على الموديل بتاع الدي ان ايه، يعني بيتم ذكر شخص واحد بس الجزء ده وان اشتغل عليه اربع اشخاص، ويمكن يعني اكون معرفش الباقي، يعني يمكن يكون في ناس تانية كمان معرفهاش، بس في اربع اشخاص ساهموا في موضوع الاكس راي ديفراكشن. تعالوا النهارده نتعرف عليهم وعلى قصتهم، ونشوف كل واحد فيهم ضاف ايه للعلم او ضاف ايه لنموذج واتسون وكريك، النموذج النهائي للدي ان ايه ستراكشر. احنا عندنا هنا اربع اشخاص، تعالوا نقولهم بالترتيب التاريخي، بيل وويليام، فرانكلين وويلكنز. بيل وويليام كانوا يشتغلوا مع بعض، ويلكنز وفرانكلين كانوا بيشتغلوا مع بعض. تعالوا نبدا بالاول ببيل وويليام، لان هم اللي بداوا الموضوع ده، هم اللي بداوا انه اول ناس اشتغلوا على الدي ان ايه بالاكس راي ديفراكشن في الوقت اللي كان الدي ان ايه اصلا ما بيبقاش هو الماده الوراثيه، يعني الناس دي اشتغلت من بدري. الموضوع بتاعهم بدا 1938، ويليام وبيل بداوا البروجكت بتاعهم 1938، وفي خلال سنه 1947 عملوا تجربه للاكس راي ديفراكشن على جزيء الدي ان ايه، وطلعوا منه معلومه مهمه جدا. ايه المعلومه المهمه دي؟ المعلومه المهمه دي بتقول انه بيبقى في تواتر متكرر في جزيء الدي ان ايه قدره 3.4 انجستروم. يعني ايه الكلام ده، او يعني ايه في تواتر داخل الدي ان ايه قدره 3.4 انجستروم؟ تعالوا نفهم يعني ايه ده الاول، ونرجع تاني نكمل القصه. انا عندي هنا الدي ان ايه لولب، صح؟ دبل هيليكس، اعذروا على الرسم الجميل بتاعي، ويتكون من قواعد. ادي قاعده اهي، لا كده اوفر، كده نمسح النموذج كله. ادي تعالوا نعملها هنا، ادي دي بيز قصادها بيز، ودي واحده كمان، ودي واحده كمان. اللي هم قالوه انه في حاجه هنا مش عارفين هم كانوا بيتكلموا عن ايه ساعتها، لان الاستراكشر ما كانش معروف. المسافه دي قدرها 3.4 انجستروم. طب ده بيقول ايه؟ ده بيقول ان في تكرارات قدرها او حجمها قد كده داخل الدي ان ايه. طب ده بيضيف ايه للعلم؟ بيضيف انه الدي ان ايه بداخله بيحصل تكرارات للتتابعات اللي احنا مش عارفين ساعتها هي تتابعات، هي نيتروجين بيزز ولا سكر ولا فوسفات، ولا ساعتها ما كناش نعرف. ده اللي طلعوه، ودي المعلومه الاولى اللي احنا عرفناها عن الاستراكشر بتاع الدي ان ايه. طيب ده رقم واحد. بعد كده بدات فرانكلين من 1950 و1953 تبدا ان هي تشتغل، وتبدا ان هي تعمل نفس التجارب دي بالاكس راي ديفراكشن، وطلعت لنا معلومات مهمه جدا عن الدي ان ايه هنتكلم عنها بعد شويه بالتفصيل. تعالوا نفهم هما الاثنين عملوا ايه، او المجموعتين البحثيتين دول عملوا ايه، وكل واحد فيهم طلع ايه وازاي، ونطلع منهم الكونكلوجن النهائي في الحلقه دي. ملحوظه مهمه ان 3.4 انجستروم دي حاليا ما بيتمش استخدام الانجستروم،
بيتم استخدام النانومتر، وواحد نانومتر يساوي 10 انجستروم. يبقى لو جينا نتكلم في دي هتبقى 0 بوينت، عشان بس لما تيجي تقرا في الكتب، 3 4 نانومتر. طيب سيبك من الكلام ده. 1947 دي النتائج اللي توصلوا هما الاثنين، و1953 دي الصوره بتاعت الريزلت اللي هي كان عملها ويليام وبيل، تمام، ودي الصوره بتاعت الريزلت اللي طلعت من فرانكلين وويلكنز. يمكن ناس كتير قوي ما تعرفش انه في صور اتعملت بالشكل ده قبل فرانكلين، والناس فاكره ان فرانكلين هي اول واحد يشتغل على الكلام ده واول واحد يطلع ريزلت بالكلام ده، ولكن زي ما اتفقنا انه استوبري او ويليامز اللي هو الصوره بتاعته على اليمين دي ويليام، ومعاه بيل، الاثنين كانوا بيشتغلوا على نفس الحاجه في نفس الوقت، كانوا مطلعين صوره بنفس الشكل بتاع الصوره بتاعت فرانكلين قبلها ب6 سنين. طيب ليه صوره فرانكلين هي اللي واخده الضجه؟ ليه صوره فرانكلين هي اللي كانت يقال ان هي المساهمه بشكل اكبر في الواتسون وكريك موديل؟ بكل بساطة لو جينا نبص على الفرق ما بين الصورتين هنلاقي الفرق ما بينهم كبير قوي، على الرغم من ان الاستراكشر بتاعهم يبدو واحد، الا ان نقاء الصورة بتاعت فرانكلين دي اكبر من نقاء الصورة بتاعت بيل وويليام، وبناء عليه عشان كده صورة فرانكلين واخدة الضجة الاكبر. السؤال هنا، التفاصيل المهم انك تعرفها، ليه صورة فرانكلين كانت اكثر نقاء من صورة ويليام وبيل؟ ده بيرجع الى الدي ان ايه موجود داخل العينه بتاعتهم عامله ازاي. الدي ان ايه بتاع ويليام وبيل كان اقل نقاوه، كان فيه شوائب. الدي ان ايه اللي كانت شغاله عليه فرانكلين كان اكثر نقاوه. ده بيرجع لطبيعه الدي ان ايه داخل التيوب اللي هم كانوا شغالين عليها. في نقطه مهمه قوي احب انك تعرفها، ليه الصوره بتاعت بيل وويليام كانت اقل نقاوه؟ ليه النقاء بتاعها ما كانش كويس زي صوره فرانكلين؟ لان الدي ان ايه داخل التيوب كان بيتكون من شكلين. تعالوا كده نبص، اول حاجه احنا هنا بنقول انه ليه الصوره بتاعت ويليام بور كواليتي، تمام، بيكوز دي ان ايه سامبلز، الدي ان ايه سامبل اللي كانت بتشتغل ليها تو فورمز، ليها شكلين، اول حاجه الدراي وتاني حاجه الويت. يعني ايه دراي ويعني ايه ويت؟ هتقولي محمد الكلام ده يعني احنا مالنا بالكلام ده؟ لا، في ريزلت طلعت والريزلت دي كانت مش كويسه بس طلعنا منها بمعلومه، ليه ما كانتش كويسه والريزلت دي كانت كويسه؟ تاني وتالت وعاشر ما تاخدش الحاجات دي فور جراندد، اتعلم منها. ما هو بقول لك قبلها بسبع، يعني قبلها بست سنين شغالين اصلا من 80 من 30، قبلها ب 10 سنين، وفرانكلين في الاخر هي اللي كانت واخده النتائج بشكل اكبر، فما تاخدش الحاجات دي عادي كده، تمام؟ الدي ان ايه بيجي في تو فورمز، تمام؟ واحد الدراي واحد الويت، تمام؟ الدراي فورم ده بيكون فيه نسبه اقل من الماء، نسبه اقل من الماء، ولكن الويت فورم ده بيكون فيه نسبة أكتر من المية، وده بيدي الدي ان ايه صفة حلوة قوي، بتخلي الدي ان ايه ستريتش، يتفك فيظهر بالستراكشر بتاعه، لأن خد بالك الدي ان ايه داخل خلايا الايوكاريوتيك، هو الدي ان ايه داخل خلايا الايوكاريوت بيرتبط ببروتينات، بيتكدس جوه الخلية، فلما بيبقى فيه منه التو فورمز ده، الشكل المتكدس ده والشكل الستريتش، العينه بتاعت ويليام وبيل كان فيها الاثنين، فعشان كده الصوره بتاعتهم طلعت غير نقيه. مين خد باله من الملاحظه دي بقى؟ مين اللي اكتشف ده اصلا؟ فرانكلين اكتشفت انه الدي ان ايه بيجي في تو فورمز، فراحت حزلت الفورم اللي هي هتشتغل بيه، اللي هي كانت الفورم بي، او الفورم اللي هي هتشتغل بيها يعني، و بناء عليه بقت العينة بتاعت فرانكلين أكثر نقاء من العينة بتاعت ويليام وبيل، وبناء عليه فرانكلين هي اللي خدت الليلة، وفرانكلين مع الراجل اللي كان معاها اللي هو ويلكنز خد جائزة نوبل. جائزة نوبل يا ريس عشان البحث ده. عشان ايه؟ عشان الدي ان ايه بيجي في تو فورمز، واحدة دراي واحدة ويت. فرانكلين خدت بالها من الملحوظة دي، وعلى فكرة ويلكنز كان مطلع صور قبل ما فرانكلين تيجي،
بس كانت اقل نقاوه، ما كانتش كويسه، ما كانتش مديه معلومات. ولكن ستيل الصوره اللي هي كانت طلعت 1947 دي طلعت لنا المعلومه اللي احنا قلنا عليها من شويه دي، ان الدي ان ايه في تواتر متكرر بداخله قدره 3.4 انجستروم. مين اللي قال المعلومه دي؟ ويليام وبيل. خد بالك ادي معلومه قالها ويليام وبيل. تعالوا نشوف فرانكلين بقى الصوره بتاعتها طلعت ايه. احنا عرفنا ان الصوره دي طلعت المعلومه بتاعت 3.4 انجستروم وفهمناها يعني ايه. فرانكلين خلينا الاول نقول التجربه بتتم ازاي ونقول بعدها فرانكلين طلعت ايه من الصوره بتاعتها اللي هي الصوره دي بيسموها 51. التجربه بكل بساطه احنا معانا الاكس راي تيوب هنا فيها الدي ان ايه، تمام؟ بيتم تسليط الاكس راي على جزيئات الدي ان ايه اللي هي موجوده هنا بالشكل ده، ولكن في الواقع التجربه بتاعتهم ما كانش الدي ان ايه موجود بالشكل ده، لان الشكل ده الدي ان ايه حصل له ستريتش. الشكل ده الدي ان ايه حصل له ستريتش. هم كانوا في نوعين من الدي ان ايه جوه العينه بتاعتهم، الصوره بتاعت بيل وويليام كان في نوعين من الدي ان ايه جوه، تمام؟ وبناء عليه الصوره تطلع بعد كده بالشكل الجميل ده. دي الصوره بتاعت بيل، انساها دي التجربه بتتم ازاي. تعال بقى نروح لفرانكلين. الصوره بتاعت فرانكلين كانت اكثر وضوحا واكثر نقاء لان فرانكلين كانت عندها قوه ملاحظه انها تلاحظ ان الدي ان ايه بيجي في تو فورمز، فعزلت الفورم اللي هي هتشتغل عليها وطلعت صوره نقيه جدا. اول حاجه فرانكلين بتقولها لنا من الصوره دي هي ان الدي ان ايه بيتكون من دبل هيليكس، هيليكال تشيب. ادي الهيليكال تشيب، ادي اهو جايه بالشكل ده وادي جاي بالشكل ده. الاثنين دول بتقول لنا ان الدي ان ايه جاي في، يبقى هو دبل، ده رقم واحد. افتكر المودلز اللي كانت بتقول ان الدي ان ايه 3 ستراندز، لا هي بتقول لنا الدي ان ايه دبل ستراند. المعلومه الثانيه اللي فرانكلين بتقولها لنا هي ان الدي ان ايه جزء مزدوج. يعني ايه مزدوج؟ يعني جاي بالشكل ده اللي هو ده. دي تاني معلومه فرانكلين بتقولها لنا لما احنا بنقول لولب، لولب دبل هيليكس، دبل هيليكس لولب مزدوج. فدي يعني دي المعلومات اللي طلعتها فرانكلين. مش بس كده، بص بقى الجمال والحلاوه وال وال وال, وال يعني اتفرج اتفرج على الصوره واعمل زوم على الصوره. تعالى نعمل زوم على الصوره. شايفين النقط اللي هي جايه من ادي الزاويه من النص اهي، تمام؟ هتلاقوا زوايا جايه كده تبدا تقل 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 تقل، وبعد كده تبدا تزيد 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 زي ما هي اهي في الصوره اهي 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 لغايه ما توصل للمركز تاني. طب ده بيقول لنا ايه؟ تعال نبص كده على الدي ان ايه. تعال نبص، بص المعلومه دي، المعلومه الجميله دي بيقول لنا الدي ان ايه جاي بالشكل ده اهو. شايفين ال 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 ادي اهي قليله زادت زادت ابتدت تقل تقل تزيد تزيد وهكذا. بتقول لنا انه ال دبل هيليكس بتاعنا، تمام، في ديستانس مختلفه داخل الجزيء دون، المسافات بتزيد مسافات بتقل، وده بيورينا الشكل بتاع الدي ان ايه عامل ازاي اللي هو الاستراكشر بتاعه. تعالى تاني اهو، هي بتقول لنا ان هو جاي كده 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 كده، وبما انه دبل هيليكس فالمقابل ليه بنفس الكلام زي ما الصوره بتوضح. شايفين هي عرفت ازاي؟ شايفين هي عرفت ازاي؟ ادي اهو، ادي اهي النقط اللي هنا دي اهي، شايف النقط اللي هنا دي؟ شايف النقطة اهي، فراحت عملنا مسافة قدامها. النقطة التانية اهي، النقطة التالتة اهي، النقطة الرابعة اهي، بعد كده النقطة الخامسة اهي، السادسة اهي، اهي ابتدت تزيد تاني، التامنة، التاسعة، وهكذا. شايفين فرانكلين طلعت ازاي؟ افهم صورة فرانكلين، ان محدش بيشرح صورة فرانكلين الا نادرا. افهم صورة فرانكلين. ففرانكلين طلعت لنا معلومات مهمة جدا، دي ان ايه دبل هيليكس. يعني لولب، يعني مزدوج. وقالت معلومة كمان فرانكلين بتأكد ان الشغل بتاع بيل وويليام كان صحيح. فرانكلين من ضمن المعلومات اللي قالتها ان الدي ان ايه بيتكون من تواتر متكرر قدره 3.4 انجستروم. اذا فرانكلين قالت ثلاث معلومات، منهم معلومة معتمدة على الشغل بتاع بيل وويليام.
يبقى هي اضافت لنا حاجتين، لولب ومزدوج. ده بكل بساطة الشغل بتاع فرانكلين والشغل بتاع الاكس راي ديفراكشن. ده وده ضافوا لنموذج واتسون وكريك بالإضافة للبيس كومبوزيشن اللي هو بتاع تشار جاف. في الحلقة اللي جاية هنتعرف على نموذج واتسون وكريك ونشوف ازاي هم اعتمدوا على دراسات البيس كومبوزيشن والاكس راي ديفراكشن ان هم يطلعوا الموديل بتاعهم بتاع الـ 3D structure of DNA. حلقة صعبة شوية، فيها شوية حاجات كده، فأتمنى انك تاخد بالك منها. نتقابل الحلقة الجاية في النموذج اللي احنا يعني اشهر نموذج يعني على الاطلاق، واللي كان المفروض نخش فيه على طول، بس احنا اتفقنا ان احنا هنفهم ازاي هم اعتمدوا على النموذج ده او جابوا النموذج ده منين. شكرا، اشوفكم الحلقة الجاية وسلام عليكم.